السلام عليكم ورحمة الله. عدنا والعود أحمد. حللنا أهلا ووطأنا سهلا. إذن الآن كل ما قلناه تأكد وبالملموس. بالملموس من قبل ما نأخذ في الهيئتان الخاضعتان لنفس المرسوم قلناها منذ 2022، فعلا ذلك ما تم. نظام أساسي موحد واحد وموحد لهيئتان خاضعتان لنفس المرسوم. أطر أكاديميات نظامية، أطر نظامية يخضعون إلى نفس المرسوم، سواء تابعون للقانون 007 0007 أو يعني الخاص بإحداث الأكاديميات، أو المرسوم 202854 اللي هو بمثابة نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تابع أوتوماتيكية إلى الوظائف العمومية. إذن هناك موظفين قبل 2016 وهناك موظفين بعد 2016 في نفس النظام الأساسي. إذن قلت لكم أنا الميساج، إحنا راه يعني فهمنا الميساج من ابن موسى والتي يهدر ويتحدث عن تكييف هاد يعني البرمجة ديال يعني استدراك الهضر المدرسي ديال التلاميذ والأسبوع اللي غادي يزيد والدعم الاستدراكي إلى آخره، لأن الأمور كلها انتهت فعلا. التدقيق النهائي انتهوا منه بالنسبة للنظام الأساسي اللي غادي يتنزل الآن، اللي هو نسخا تاما المرسوم 223819، ما بقاش ليه شي وجود ولم يذكر كمرجع من المراجع، انتهى الكلام. إذن النسخة الآن ديال النظام الأساسي الجديد المعدل سلمتها النقابات وستتقاسمها، فقط تتقاسمها مع القواعد، يعني الأمر منتهي. والنسخة أيضا موجودة في عند الأمانة العامة من أجل الملائمة ديالها التشريعية والقانونية، وقريبا يتم المصادقة عنه في المجلس الحكومي، ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح سارية المفعول من تاريخ نشره وملزم للجميع. إذن هاد يعني بالتزامن مع انتهاء اللجنة التقنية من التدقيق النهائي من هذا النظام الأساسي المعدل اللي غيتنزل، وبذات خرجت مباشرة التوقيفات عن العمل، توقيف مؤقت عن العمل وتوقيف الراتب، وأيضا الإجراءات العملية لتنفيذ يعني ترك الوظيفة. وشتوها بهذا الحجم، هذه عملية استباقية يعني من أجل يعني لا بيرتورباسيون، بحال إثارة واحد الزومبعة باش يشتتون الانتباه إلى آخره، وباش الجميع ينضبط إلى النظام الأساسي اللي غيتنزل، اللي غيكون نهائي وغير قابل لأي تعديل أو حذف أو أي إجراء آخر نهائيا. إذن هذه واحد الرجاء استباقية لتنبيه بأن في حالة لا كانت شي حاجة ستكون إجراءات أقوى وأشد. إذا نشوفكم في شيء مباشر آخر إن شاء الله. أدور 120 النسخة بين يدينا الآن.